أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين التحدث بنعمة الله على العبد وبين التحدث بالأعمال الصالحة؟ إيش؟ يقول: ما الفرق بين التحدث بنعمة الله على العبد وبين التحدث بالأعمال الصالحة؟ لا، التحدث بنعمة الله هذا مأمور به، أما بنعمة ربك تحدث، هذا اعتراف بالنعمة، وأما الأعمال الصالحة فلا داعي إلى أنك تتحدث عن أعمالك، لا داعي منه، هذا قد يكون من الرياء. نعم.